صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا خلا بمحارم الله انتهكها وبين قوله إذا بليتم فاستتروا؟ ما فيه تعارض، ما بينهما تعارض، ما هو معناها إنكم افعلوا المعاصي واستتروا. ما الرسول ما أذن بهذا بفعل المعاصي، لكن يقول إذا ابتليتم، إذا وقعتم في المعصية، غلبتكم أنفسكم شهواتكم الشيطان، فاستتروا، لا تجاهروا بالمعصية، لأن المجاهرة بالمعصية زيادة شر، والذي يستتر هذا دليل على حيائه من الله وعلى أنه قريب من التوبة، لأنه يلوم نفسه، بخلاف المجاهر فهذا الغالب أنه لا يتوب، والعياذ بالله. نعم.